تحب حضرتك تقول ايه لهاني المسيري بعد استقالته؟ اقول ان كل شيء قضاء وقدر. والله هي المشكله يا جماعه مش حكايه محافظ قديم محافظ جديد، المشكله ان اي محافظ يجي دلوقتي بيتقارن باللي هو عبد السلام المحجوب. هقول الله سامحك على اللي حصل في الناس دي كلها، الغلابه واللي اتبهدلت ولا حاجه اتبظت. احب اقول له طبعا ان هو ما عملش اي حاجه للبلد خالص، غير طبعا الترام اللي هي كافتيريا وفيها نت، كلام طبعا ده اللي هو يعني غريب اولا علينا، ثانيا لا يفيد. لسه الوقت ما سعفوش. طب احنا نقول متشكرين قوي، بنشكر الرئيس ان هو متشاف، ارتحنا منه لان ما عملش حاجه في البلد، الزباله في البلد والوساخه في البلد بزياده. والله هو المحافظ القديم ده هو ما عملش حاجه لاسكندريه بصراحه، كل اللي عمله يمكن الترماي اللي عملها ب 5 جنيه دي ومحدش بيركبها الا الطلبه. يا ريته كان عمل حاجه للبلد، ما عملش حاجه. مشغل المدام في الحي ومشغل المدام هنا وهنا وما بيعملش عاده. والله هاني المسيري هو يعني على فترة اللي هو قعدها ما كانش شغال في حاجه واحده بس، كان يحب مثلا الفزلكه، يحب يروح المنتزه، المدام بتاعته هي اللي كانت مسيطره. حبيت تقول ايه للمحافظ الجديد؟ يعني عايزين البلد تبقى كويسه يعني ويمشي الحال يعني وتبقى ما فيش زباله وما فيش بتاع والمواصلات تبقى كويس. والله المحافظ الجديد على اساس ما سيكون يعني ما يراعى ربنا وخلاص لا اكتر ولا اقل، ويراعى ربنا في الناس والناس اللي ماتت ويدوا للناس حقهم اللي ماتت دول. اولا ربنا يرزقنا بمحافظ كويس وعنده ضمير، يراعي ربنا في الناس كلها سواء فقراء ولا اغنياء. اتمنى من المحافظ الجديد ان شاء الله اللي هيجي يعني يبص على حال البلد، يشوف الناس عاوزه ايه، انما كل اللي بيحصل ما كانش ابدا المحافظ يعني بيعمل حاجه فيه خالص. يعني اظن على بينه يعني شاف اللي حصل ده كله والقديم ده كله اتصلح بقى عشان الناس تعبت والناس اللي حاجتها خربت والناس اللي حاجتها باظت، ناس كتير يعني اتضررت من الموضوع ده قوي يعني. لكن احنا بنطلب المحافظ اللي جاي اللي ان شاء الله يبص للعشوائيات، مش يبص للبحر، يبص لبورسعيد، يبص للكلام ده، لا يبص للناس الغلابه قبل اي قبل كل شيء. احب اقول له خلي بالك من البلد ونظفوا البلد وخلي بالكم مع الناس واعملوا مشاريع واشتغلوا، ما ينفعش تنام على الكراسي تقعدوا على الكراسي وتسيبوا البلد فوضى كده.